وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مع مؤسسة موانئ دبي العالمية، وتأتي الشراكة في إطار سعي الطرفين المشترك لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر. ويهدف البروتوكول لتضافر الجهود بين التحالف الوطني ومؤسسة موانئ دبي للاستفادة من خبرات كل منهما لتنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبدأ البروتوكول باستكمال جهود التحالف الوطني في موسم المدارس لتوزيع طرود ومستلزمات مدرسية على طول نهر النيل، بداية من الأقصر ومرورا بمدينة إسنا وإدفو وكومامبو وانتهاء بمحافظة أسوان. يوم مميز لأنه أول بروتوكول تعاون ما بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة خارج الدولة، مؤسسة دي بي وورد الخيرية، مؤسسة الحقيقة بتعمل في مجالات كثيرة جدا بيهتم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التعليم، الصحة، المرأة، ريادة الأعمال، ودي الحقيقة مجالات اشتغل فيها التحالف الوطني وحصل على ثقة القيادة السياسية في هذه الجهود اللي بتساند جهود الدولة. النهاردة البروتوكول الأول من نوعه أنا بسميه يعني في إطار الدبلوماسية الإنسانية اللي بتتماشى مع الدبلوماسية الرسمية للدولة. زي ما حضرتك عارف تشرفت مصر بحضور رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والنهاردة في أعقاب هذه الزيارة بتأتي مؤسسة دبي الخيرية لمواني دبي إن هم يعملوا هذا البروتوكول مع التحالف الوطني. أهم أهداف البروتوكول هي مبادرة العودة للمدارس. هدفنا بسمة الطفل المصري في محافظة أسوان والأقصر، في دعمه بتزويده بأدوات المدرسة وتشجيعه على يعني الذهاب للمدرسة وهو عنده جميع الإمكانيات، سواء الدعم المعنوي والدعم المادي اللي المؤسسة تقدمه. وإن شاء الله هذه المبادرات سترسم البسمة لجميع الأطفال وستشجعنا نحن في العمل على مشاريع أخرى إن شاء الله. سعداء بتوقيع بروتوكول التعاون بين التحالف والمؤسسة، وإن شاء الله يكون بداية جديدة لتعاون قوي وفعال ومستدام ما بين التحالف الوطني وما بين المؤسسة الدولية المحترمة. سعداء بوجودهم معنا في الأقصر النهاردة وكل الدعم لكل هذه المبادرات وكل هذه الفعاليات.